انا وقت الزلزال كنت مناوب، انا بشتغل ممرض اسعاف. من اول 10 دقائق اجانا حالات، بنفس الوقت اجى لعندي اخوي قال لي انه البيت او شيء، قلت له ما بعرف، روح تفقد ونشوف. اهلي قاعدين حد المشفى، ما خطر على بالي روح انه اتفقدن او شيء، ما كنت متوقع هالدمار صار. يعني بعدها بشي يعني ما فيها 10 دقائق رجع لعندي قلل البناية على الارض. انا وقتها هون تركت ورحت على البيت. سبحان الله، وانا على الشارع، بناية على الشارع، هي على الشارع العام، ما لقيتها كلها على الارض. لقيت بوجه عيلتي وابنه، كانوا يعني في عليهم رديم بس ما يعني مبينين. بناتي الأربعة ما كان مبين منهم شيء خالص، يعني كان رديم مغطين خالص. سبحان الله، السقف يعني نازل عليهم أكثر من طرف القبلة. أول ما طلعت ابنه، سبحان الله، استخدمت عدي، كانت عدي يعني هذا كريكو تبع الساي الرفع.